هذا السائل زغلول مصري يعمل بالرياض يقول في هذا السؤال: أنا حديث العهد بالزواج، حيث أمضيت ما يقارب من 40 يوما مع زوجتي بعد الزواج، ولارتباطي وظروف العمل سافرت وتركتها، وذلك بعد الاستئذان منها بالسفر. هل أنا آثم بذلك؟ وما هي المدة المسموح بها شرعا للزوج الذي يغيب عن زوجته؟ للمرأة حق في الاستمتاع والإعفاف وأن لا يغيب عنها زوجها مدة تضر بها، كما لها حق الإنفاق والسكنى والأنس بزوجها، ولكن إذا دعت الحاجة إلى سفره عنها لطلب الرزق أو لطلب العلم أو غير ذلك من المقاصد المباحة أو الضرورية أو المحتاج إليها، فلا بأس أن يسافر، لأن هذا شيء لا بد منه وتدعو إليه الحاجة، ولكن عليه أن يعود إليها بين الفترة والأخرى كلما أمكنه ذلك. وأقصى مدة يغيب فيها الزوج عن زوجته 4 شهور. 4 شهور، نعم.